سامع وايه داخلين. تعليقك ايه على زياره الرئيس الصيني لمصر؟ مفيش شك النهارده الصين من اول الدول الاقتصاديه في العالم، فاكيد طبعا هتعم على البلد بالخير والمشاريع الاقتصاديه. يسعدنا طبعا ان جميع رؤساء العالم يجوا يزوروا مصر وشوفوها في احسن حال. شايف الزياره هتعود علينا ازاي اقتصاديا؟ والله اذا كنا احنا عايزين، يعني اذا كنا احنا عايزين ان يبقى في استفاده هيبقى فيه. زياره موفقه جدا لان احنا تم الاتفاق على 21 اتفاقيه ومذكره للتعاون بيننا وبين الصين، وطبعا احنا نستفيد من الصين كتير جدا 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 لانها كانت دوله صغيره والنهارده اصبحت ما شاء الله في خلال 5 سنوات هتجتاح العالم. واهم حاجه ان احنا نستفيد بحاجه زي كده، هو دوله زي الصين من الاقتصادات العظيمه اللي موجوده في المنطقه، فلازم حاجه زي كده نستغلها، يبقى يكون في تبادل تجاري على اتساع اكبر من الموجود حاليا. يعني اكيد هي زياره مهمه جدا، احنا لازم نستثمرها كويس جدا. العالم كله بدا يفهم، واكيد احنا كمان ان شاء الله استوعبنا ان الصين هتبقى الدوله العظمى في العالم في القريب العاجل. انت شايف ان هو هيعود على الاقتصاد المصري ازاي؟ بالمشاريع اللي بتعمل بيننا وبينهم. اكيد في طبعا، انا طبعا مش خبير اقتصادي، انا مهندس مساحه هنا في المتوقعين، فاكيد الخبراء الاقتصاديين بيعملوا مشاريع كويسه بيننا وبينهم. طبعا هيبقى فيه، الصين بلد عظيمه، نشوف احتياجات البلد ايه والشعب ايه ونسمع رايه وناخد راي الشباب اللي انا شايف ان هم يعني بعيد عن الساحه. احتياجاتنا كتير، على الاقل الشوارع، ازاي الصين بتعالج الشوارع والمرور، انقطاع الميه في الشتاء، المشاكل اللي معروفه في مصر مش هتتحل الا بالعلم والضمير يعني. العالم، فاحنا هنستفيد منها من الناحيه التكنولوجيه ومن الناحيه الاقتصاديه ومن جميع النواحي، يعني احنا هنستفيد من الصين. الناس دي عايشه زي 1,200,000,000 وقادرين يعيشوا وناجحين وحققوا اقتصاد مرتفع جدا واصبحوا من الدول المتقدمه في خلال سنوات قليله، والسبب في كده انهم ناس بصوا للتكنولوجيا وبصوا للتعليم. انا طبعا بتكلم على التعليم ثم التعليم ثم التعليم. استثمارات كبيره جدا، وان احنا نبدا ان احنا نخش معاها في قفزه التطور اللي هي وضعت نفسها فيها. عشان كده احنا بنقول النهارده ترحيب الرئيس واستقبال الرئيس الصيني، الاستقبال العظيم ده كان مطلوب. وفي ناس كتير بتقلل تقول لك الصين، لا احنا بنقول ان الصين دوله كبيره، الصين هتبقى الدوله العظمى في القريب العاجل.